بكره ان شاء الله. وصلنا بقى لفقره مهمه جدا انا بحبها جدا، وهي فقره الفيديوهات، اخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخره بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. واحنا خلاص عودناكم ببرنامج الحياه في مصر ان احنا بنبقى حريصين ان احنا نقدم لكم كل جديد. تفاصيل اكتر في سياق هذا التقرير نتابع. اخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخره بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياه في مصر النهارده حريصين اننا نقدم لكم كل جديد. الصفحه الرسميه لنادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعلنت بشكل رسمي على لسان كريستيانو رونالدو رحيله الى نادي اخر. ووجه كريستيانو رونالدو رساله شكر لنادي ريال مدريد ومشجعينه، وقالوا ان قضى معاهم اسعد ايام عمره، ولكن اعتقد ان الوقت جه علشان ابتدي فصل جديد في حياتي. وقال على الرغم من اني سبت النادي ساظل اشعر بالولاء تجاه هذا القميص. وتنوعت التعليقات على السوشيال ميديا بين حزن على رحيله وفرحه بانه هيبدا خطوه جديده في تاريخه. وعلى موقع التواصل الاجتماعي انستغرام نشر رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمه صوره ليه مع كريستيانو وهو بيبارك له على الخطوه الجديده. بعد فوز فرنسا على بلجيكا نشطاء السوشيال ميديا عدوا مرحله التوقعات، وبقوا بيأكدوا ان فرنسا هي اللي هتاخد كاس عالم 2018، فبدأت تنتشر البوستات والتعليقات الكوميدية زي فرنسا وانجلترا الاتنين احتلونا، هنشجع مين دلوقتي، وشكل النهائي هيبقى بين فرنسا وانجلترا ودي حاجة هتبقى في منتهى الاحتلال. نشر مصمم الجرافيك المصري محمد صلاح ألبوم صور جديدة من تصميمه لترويج السياحة المصرية، واختار فكرة طريفة باستخدام شخصيات مينيونز الكرتونية وهم بيقضوا أجازة الصيف في محافظات مصر المختلفة، وده اللي شد أعجاب نشطاء السوشيال ميديا. بحب عز الدين، الحياة في مصر.